رجل ذو مكانة متميزة في المجتمع الإماراتي، هو صاحب أكبر الشركات نجاحاً في الخليج، صاحب شعبية كبيرة في دولة الإمارات المتحدة، وهو رائد من رواد الاقتصاد ونموذج للرجل العصامي الذي بنى نفسه من الصفر. إنه الملياردير خلف أحمد الحبتور، الرجل الذي جعل الحيتان تطير في سماء دبي. فما هي حكايته وكيف بنى هذه الإمبراطورية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات؟ ولد الملياردير الإماراتي خلف الحبتور في عام 1949، وكان الابن الرابع لوالده أحمد الحبتور، وتنحدر عائلته من شبه الجزيرة العربية وهاجروا إلى اليمن والإمارات واستقروا هناك مثل معظم قبائل شبه الجزيرة العربية. ومرت عائلته بظروف صعبة فعاشوا فيما يسمى برستي، وهو بيت مكون من سعف النخيل يبنى بطريقة تتناسب مع البيئة الصحراوية. ورغم أنه كان بيتا بسيطا، إلا أنه عاش طفولة سعيدة مع والديه. عندما بدأ حياته المهنية عمل في العديد من المجالات مثل التعليم والنفط والضيافة، فبدأ موظفا في شركة أمريكية تعمل في مجال النفط البترولي في دبي، حيث كان صغيرا في سن 14 وكان يساعد أهله براتبه. فبدأ براتب 250 درهماً ووصل إلى راتب 1500 درهم، ثم قام بالاقتراض لتأسيس مشروعه الخاص لكنه فشل. فلم ييأس وبدأ من جديد واستأجر مكتباً وبدأ في أعمال البناء، وساعده راشد بن سعيد المكتوم في العمل بالبناء، فأوكل له بناء بعض المستشفيات وبدأ مكتبه ينجح شيئاً فشيئاً. وفي عام 1970 أنشأ شركته الخاصة، وكانت شركة الحبتور للمشاريع الهندسية، والتي تأسست قبل عام واحد من قيام دولة الإمارات المتحدة، وطوال 45 عاما واكبت شركاته النهضة الكبرى التي تحدث في الإمارات. واليوم أصبحت مجموعة شركاته من أكبر وأنجح الشركات في الإمارات والعالم والأكثر تقديرا في الإمارات، وتطورت مع الزمن تصبح مجموعة الحبتور الهندسية، وأصبحت معروفة بأنشطتها في معظم دول العالم من بناء فنادق وعقارات. وتقدر ثروة الحبتور بأكثر من 6 مليارات دولار، ومن أكثر مشاريعه شهرة كان إنشاء برج الحبتور في دبي، وهو واحد من أكبر المباني في العالم، إذ يضم أكثر من 1000 شقة من الشقق الفندقية الفاخرة، ويقع في مدينة الحبتور سيتي وعلى ضفاف قناة دبي المائية. وللترويج لها قام بعمل فكرة مميزة للدعاية، حيث أطلق الحيتان في السماء تطير أمام الناس كوسيلة للدعاية عن مشروعه الجديد، وهي فكرة أذهلت كل من رآها، وقيل إنه الرجل الذي جعل الحيتان تسبح في السماء. وقد أنشأت مجموعة الحبتور من قبل برج العرب ومباني في مطار دبي ونادي القوات المسلحة في أبوظبي، وأسست مدرستين دوليتين في دبي، وتضم الشركة أكثر من 14 فندقاً عالمياً، منها 7 في دبي والباقي في الخارج، بجانب شركة الحبتور للسيارات التي تتميز بالعلامات التجارية الكبرى. وبجانب أنه رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، فهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين. يعتبر الحبتور ليس مجرد رجل أعمال، وإنما له باع طويل في الأعمال الخيرية، فلديه مؤسسة متكاملة للأعمال الخيرية يساعد بها الكثيرين حول العالم، خصوصا الطلبة والأرامل، وخصص 20% من إيرادات مجموعته لتمويل تلك المؤسسة التي تبني الجوامع في القرى الإسلامية في شتى أنحاء العالم وتكفل غير القادرين.